هلو هلو، فيديو اليوم حيكون الجزء الثاني عن سألت صديقاتي شنو رأيهم قسم اللغة الإنجليزية. بس اليوم الفيديو حسألهم بعد ما تخرجوا حتى تطمئنون أكثر. حنقول لكم تجاربهم وشنو هسه هم دا يشتغلون وشنو رأيهم بالقسم وهل تندموا إنه دخلوا أو لا. فتابعوا الفيديو. باي. بالنسبة لبعد ما تخرجت يعني أخذنا راحة كم شهر بعدين بلشنا شغل. الحمد لله باي هو ما متندم لأن دخلت القسم رغم ما كنت ما رأيته، بس ما متندم عليه. ويعني ما يشوف أحسن من غير أقسام وغير اختصاصات من ناحية يعني كشغل كمكان كوقت كسمعة من حلوة هواي شغلات كتعيين. وإذا تسألين عن الشغل أو شنو الواحد دا يسوي هسه، أكثر شيء واحد إذا يريد صدق يعني يبدأ بالاختصاص مالته يعني يتطور من نفسه أكثر، يعني خاصة شغلة التدريس واحد لازم يعتمد على الخصوصي كتعيين وكراتب وكذا ما يفيد. أنا أشوف الخصوصي هواية يختلف يعني بالنسبة للأساتذة اللي لهم سمعتهم واصلين وصايرين يعني شلون أقول لك مجموعة واحدة خصوصي وربلة الراتب مال سنة كاملة، فيعني دي مجال أحسن من غيره. هذا كان رأي واحدة من صديقاتي، وخلنا نشوف رأي الثانية. طبعا أنا درست بكلية التربية للبنات قسم اللغة الإنجليزية جامعة بغداد، وصراحة قسم اللغة الإنجليزية من البداية كان هدفي وطموحي واختياري، والحمد لله قدرت أدرس بهذا القسم وأتخرج منه. وطبعا قسم اللغة الإنجليزية حال أي قسم بإيجابياته وبسلبيات. من إيجابياته أنه مستحيل طالب يدخل قسم اللغة الإنجليزية ويطلع بولا شيء، لأنه من ندخل قسم اللغة الإنجليزية راح نطلع بمعلومات، راح نطلع بخبرة، راح نطلع بشيء جديد، راح نطلع بلغة اللي هو هذا الهدف من قسم اللغة الإنجليزية. ومن سلبياته أنه هو طبعا قسم كلش صعب، بس أسلوب الأساتذة وطريقة شرحهم للمادة قللت صعوبته، والحمد لله كان من البداية قسم اللغة الإنجليزية اختياري وأبد ما متندمة أنه اختاريت هذا القسم. وحاليا صار لي سنة متخرجة وأدرس خصوصا بالبيت. هاي، وياكم هبة خرجت لغة إنجليزية جامعة بغداد. طبعا القسم دخلت إلى عن طريق الصدفة، ما كان ببالي أبد، بس حبيته كلش هواي ومتندمة أبد إنه دخلت هالقسم، لأنه علمني هواي أشياء حلوة، خاصة ويا كل جملة أسمعها في فيلم أجنبي وأكون بس أني أعرف ترجمتها بدون ما أضيع الترجمة، كلش أفرح بهالشي. طبعا الحياة بعد التخرج ما تخلى أبد من العقبات، بس الضروري هنا أن كل واحد يثبت نفسه وشخصيته ويكون قد التحدي اللي هو دخل بيه. أنا كبداية حاليا مدرسة بأحد مدارس السيدية، وأكيد طموحي مو هذا، أنا طموحي للأعلى. كل واحد يسمع الفويس مالي أتمنى إني تعيد أصل المكان اللي أحلم به. شكرا. مرحبا، أنا خريجة قسم اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية أرقى قسم بالتربية بالنسبة لي، وأضافة حتى ما تعينت يعني أول سنة، بس أكو مجالات عدل هذا القسم بالتوظيف. من أتقن اللغة الإنجليزية والعربية هي أقدر أتوظف شركات أو أشياء أخرى يعني، وبمستقبل وأنا ما متندمة لأن داخلته. اكتساب لغة إنجليزية هسه مهمة بوقتنا هذا، وأشوفها كلش حلو وأنا أنصح به. هو قسم الإنجليزي قسم كلش حلو، من جهة أنه تتعلم لغة ثانية غير اللغة اللي عندك راح تبدع بيها إذا كنت حاب هذا القسم، رغم أنه أنا فتت القسم ما كنت حابته أبد، بس بقيت بيه وخلصت الأربع سنوات ونجحت من أول دور. ورا التخرج اشتغلت تدريس الخصوصي، بقيت لحد هاي اللحظة أنا تقريبا صار سنة أنه أنا أدرس خصوصي، وإن شاء الله إن شاء الله أنه ألقى شغل ثاني، بس هم ما راح أعرف تدريس الخصوصي لأنه هواي ضاف لي وهواي تعلمت بيه وهواي طورت من التدريس مالتي. خلي احكي لكم تجربتي بقسم اللغة الإنجليزية. طبعا دخلت قسم اللغة الإنجليزية لأن كان معدلي عالي بالأدبي،
ويعني أحسن قسم بالأدبي اللي هو كان قسم اللغة الإنجليزية. دخلت بجامعة بغداد كلية التربية البنات، طبعا هو قسم كان صعب لأن أنا ما كانت عندي لغة، بس وخاصة بهذا الوقت يعني أصبحت بكل مكان يحتاج اللغة الإنجليزية، وحتى لو يعني ما بيتعين إنه تقدر مثلا تدرس مدارس أهلية أو مثلا دخل خصوصي بالمعاهد، وأنا حاليا يعني أدرس خصوصي بالمعهد.